السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحبابي عاملين ايه؟ والنهاردة ميعادنا مع المستوى الثاني رياض الأطفال الفصل الدراسي الثاني، والنهاردة ميعادنا مع الأعداد من 61 إلى 65. ويلا بينا أول حاجة نعرف هو الواحد ده في بيت الإيه؟ بيت الآحاد، والستة في بيت الإيه؟ بيت العشرات. وزي ما اتعلمنا إن إحنا بنمثل العدد 61 على خط الأعداد هنعمل إيه؟ هنعمل دائرة على 61. هنحط دائرة على العدد 61. طب يلا بينا نمثل العدد 61 في المعداد بتاعنا. هنحط كام في بيت الآحاد؟ واحد. وكام في بيت العشرات؟ ستة. يبقى العدد اللي هناخده النهارده هو واحد العدد. وستون. برافو عليكي، أحسنتي. يلا بينا كمان ناخد العدد 62، هي الأسنان في بيت الإيه؟ الآحاد. والستة في بيت الإيه؟ العشرات. طب يلا بينا نمثل العدد 62 على خط الأعداد. هنعمل إحنا إيه؟ هنعمل دائرة على 62. برافو عليكي، شطورة. ويلا كمان نمثل العدد 62 على المعداد بتاعنا. هنحط كام في بيت الآحاد؟ اثنين. وكام في بيت العشرات؟ ستة. يبقى العدد بتاعنا كام؟ 62. 62، شطورة. طب ايه العدد اللي بعد 62؟ 63. الثلاثة في بيت الآحاد. والستة في بيت العشرات. يلا بينا كمان نحط دايرة على العدد 63. يلا بينا هنعمل دائرة على 63. طب يلا كمان نمثل العدد 63 في المعداد بتاعنا. هنحط كام في بيت الآحاد؟ ثلاثة. وكام في بيت العشرات؟ ستة. يبقى العدد بتاعنا كام؟ 63. 63. طب العدد اللي بعد 63 ايه؟ 64. الأربعة في بيت الايه؟ الآحاد. والستة في بيت العشرات. طب يلا بينا نمثل العدد 64 على خط الأعداد. هنعمل ايه؟ هنعمل دائرة على 64. برافو عليكي، يلا بينا كمان نمثل العدد 64 على المعداد بتاعنا. هنحط كام في بيت الآحاد؟ أربعة. وكام في بيت العشرات؟ ستة. العدد بتاعنا كام؟ 64. برافو عليكي. طب يا ترى العدد اللي بعد 64 ايه؟ 65. هي الخمسة في بيت الايه؟ الآحاد. والستة في بيت الايه؟ العشرات. طب يلا بينا نمثل العدد 65 على خط الأعداد. هنحط عليه ايه؟ هنعمل دائرة على 65. طب يلا بينا في المعداد بتاعنا هنحط كام في بيت الآحاد؟ خمسة. وكام في بيت العشرات؟ ستة. يبقى العدد بتاعنا كام؟ 65. برافو عليكي، شطورة، أحسنتي. ويلا بينا السؤال الجميل اللي معانا بيقول ايه؟ اكتب العدد التالي. طبعا لازم اقرأ السؤال كويس. اكتب العدد التالي يعني العدد اللي بعده. طب 63، العدد الذي يلي 63 ايه يا ترى؟ 64. 64. طيب 30، العدد اللي بعد 30 ايه؟ 31. برافو عليكي، ولسه مكملين في سؤال اكتب العدد التالي. والكلمة الجميلة اللي قصادنا دي كلمة ايه؟ خمسة. هي خمسة بالحروف، وانا لما اكتب لازم اكتب بالحروف، وبعد الخمسة ايه؟ ستة. برافو عليكي، احسنتي. يلا بينا ولسه معانا سؤال ايه؟ اجمع. اجمع يعني زود. اجمع يعني زود. طب اقرأي المسألة معانا كده. 68 زائد 31. اول حاجة بعملها انور الاشارة. تاني حاجة بعملها ابني السور. ولازم اجمع احاد زائد احاد وعشرات زائد عشرات. 8 زائد 1 يساوي كام؟ احط الثمانية في مخي وواحد على ايديا بعد الثمانية 9. طيب 6 زائد 3 يساوي؟ احط الستة في مخي والثلاثة على ايديا بعد الستة 8 7 8 9. يبقى 68 زائد 31 يساوي 99. طب 59 زائد 30 يساوي؟ هنور الاشارة وهبني السور وهجمع الاحاد زائد الاحاد والعشرات زائد العشرات. هجمع 9 زائد 0 يساوي؟ الصفر ده هوا، هنزل 9 زي ما هي. طب 5 زائد 3 يساوي؟ احط الخمسة في مخي وثلاثة على ايديا بعد الخمسة 6 7 8. يبقى 59 زائد 30 يساوي 9؟ 89. برافو عليكي، احسنتي. ودلوقتي جه ميعادنا مع سؤال المتفوقين، والسؤال بيقول ايه؟ اجمع. ومستنيه الاجابه في التعليقات. شكرا يا اصدقائي، مع السلامه.